هو القعده هنا بتوتر ليه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من هو احنا مسميناها اسم الحلقه لسه عم كحك شو كحك عمر شو بلايند اكل شو اسمه السنه جديده عامل ايه يا منعش؟ هو احنا بدانا كده بجد؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من السلسله الجديده اللي ممكن تبقى سلسله جديده وعجبتكم عمرو اكل شو. انت مش عارف اسم السلسله اصلا؟ لا. انت جايبني اسكندريه مخصوص ومش عارف ادي الناس اللي جايه عرفت بيها كل شويه جاي لك اسكندريه مخصوص. كل سنه وانتم طيبين. هذه الحلقه عن الكحك ومعانا ضيف مميز جدا انا مش شايفه حاليا هنا عشان في بينا زي حاجز كده جميل. هو السيت اب ويرد جدا يا عمرو يعني بجد يعني انا مش فاهم انت جايبني ويعني اقعد في سيت اب يعني هتشبهنا اقسم بالله بالسيت اب اللي انت عامله ده. تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ ايه ده قاعد ومش شايفك وويرد جدا الموضوع ده. ليك منعوش يس عاوز حابين نثبت لكم ان في بينا حاجز يعني. احنا دلوقتي في الحلقه هنحط زي خط كده عشان يبقى بدل الشكل الستاره الغريب ده في خط كده حلو كده موجود دلوقتي قدامكم عشان ده يبقى الفاصل ما بيننا يعني. اوكي. عشان ما دام بتقعد تتحرك كده شكلها غريب. طب ما دام بقى في خط ما نشيل بقى الحواجز. انت جاي تهزر بقى مش جاي تصور. انا لقيت الموضوع ويرد قلت خليه يرد اكتر. فكرة الحلقة وفكرة الشكل الغريب الحميو ده ان احنا عاوزين نقيم البراندات من غير ما نقعد نأثر على بعض خالص. أيوة. يعني احنا عارفين مين اللي جاي في البراندات كده كده كلهم وهينزل كل واحد فينا بوكس غير التاني او براند غير التاني. انا معرفش هو ينزل له ايه وهو معرفش ينزل له ايه. ممكن اوضح؟ اتوضح. يعني هو ساعات احنا لما نكون جنب بعض فبنأثر على بعض ممكن نوعا ما ان انا اشوف رياكشنات عمرو فحس ان بس دلوقتي احنا مش شايفين بعض وكل واحد نزله براند غير التاني فصعب جدا ان احنا نتفق على نفس الحاجات فهنشوف بقى كل واحد فعلا ايه اكتر حاجه عجبته بما ان احنا اتنين يعني فود بلوجرز مخضرمين. هنرتب بقى كل واحد يرتب مع نفسه هيظهركم هنا قدام عندك على الشاشه كده ترتيبنا ترتيب اللوجوهات بعد كل فقره تمام فده اللي هي في الاخر هيدي يعني طبعا بيتحكم في الحلقه كلها احمد ورا الكاميرا يعني هو اللي ماسك كل حاجه فربنا يستر وما لبسناش في الحيطه يا رب. اتمنى يكون الفكره وصلت لكم وكل سنه وانتم طيبين. نبدا حاجه جديده يلا يلا نبدا. انا بحب اجرب دايما مع منعش الصراحه الحاجات الجديده دي يا رب يستر عشان لو فشلت تقول جيبها فين منعش اللي فشل فشلها. يلا يلا بينا. هو انت جايب كله انصص ولا كيلو ولا كله ايه؟ بص احنا 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 معانا اسعار الكيلو كل واحد عارف اسعار الكيلو ماشي على الموبايل بتاعه عارفين سعر الكيلو ماشي. البراند ده على فكره عليه تضاربات كبيره جدا عندي ده. انت البراند اللي عندك ايه عليه ايه بتقول تضاربات كتيره البراند بتاعي يعني ما اعرفوش غير من على النت ما جربت. احنا اتفقنا ان هو على حاجه ان احنا نقول كل اللي كمان عايزين نقوله الا حاجتين السعر ما نقولوش يعني هو هيبقى قدامكم على الشاشه والبراند لكن ممكن نقول اي حاجه احنا عايزينها. انا عاجبني ان البراند بتاعي صلاحيه 3 شهور. اللي انت بتقوله ده مش تقول اي حاجه نملى محتوى خلاص. انت تشرب ايه؟ انا شاي بلبن. انت بتبدل انا بشرب شاي. شكرا يا منعش والله خد شاي. انت بتبدل بجد؟ اشرب بس ادوق. والله يا منعش حلو قوي. كويس جدا شكرا. مفيش ورقه اديها لك يا منعش. والله العظيم حلقه وير هتشبه على التيك توك. يلا ندوق بسم الله. استنى بس افتح. ماشي. ايه ده السكر بره. طب كويس ينفع اقول؟ ايوه براحتك. ممكن بقى ترش وتعمل انت عايزه. طب انت ما بترشش؟ انا ماشي. السكر ما عندي محطوط. انا صراحه بحب السكر محطوط برضه ما بحبش ابذل مجهود يعني حتى في البرجر ما بحبش اللي هو يحطوا لي السلطه بره. انا جاي اكل فاست فود اقعد اشتغل ليه؟ طيب بسم الله. حلو حلو في حته خشونه كده حلوه طعم سمسم بسيط برضو مزبط سيكا حلو لذيذ. لا انا عندي تيشن قوي وطعم السمسم عالي قوي. ومش عاجب يعني حاسس بزبده؟ بس مش عارف مش انت عاجبني. انت اصلا بتحب الكحك خشن قوي ولا بتحبه ناعم؟ ولا انا عمري ما فكرت فيها بس لما جربت ده كده حسيت ان انا عايز حاجه انعم من كده يعني. الله. يعني حاسس ان في احلى جاي يعني. لا هو خشن قوي صراحه. ماشي. هو انا ممكن ما اكلش كحكايه كامله مع كل براحتك واحط بقيه الكحك في العلبه عادي؟ وانا عشان فكره خاسس ما شاء الله يا جدعان. الله يبارك لك. اقول لهم خاسس ليه؟ ماشي قول لهم عادي. قول عادي. مش خاسس بسبب المقاطعه. دايت اسمه دايت المقاطعه.
ايوه والله منعش كان عايش على ما ياكل الحاجات دي بعد المقاطعة خس 15 20 كيلو بجد والله ما هزار ده بجد خس جامد يعني الله يكرمك. طب احط بقيتها في العلب عادي ولا ايه؟ اه عادي. احنا جايبين برضو ورق عشان نرتب عشان احنا في المونتاج يبقى عارف احنا بنعمل ايه يعني. جبت ورق عنب؟ جبت ورق ورقة. اه انا بالنسبة لي البراند ده بالنسبة لي كويس ولا هو رهيب هو حلو بس حاسس ممكن ادوق حاجة احلى برضه. انا حاسس ان البراند ده مش هيبقى من سعره مش عالي قوي مش هيبقى من التوب 5 حتى عندي انا حاسس كده والله اعلم يعني. اللي بعده شكرا بسم الله الله البراند ده انا بحبه عن نفسي الصراحة اللي جالي ده اللي جالك ايه بتحبه يعني انا عارفه بس ماليش مشاعر خاصه تجاهه يعني انا حاسك الحكايه هنا اصغر بس حاسسها تعجبني اكتر هو السكر محطوط عليه على طول دايركت بحب قوي الموضوع ده بجد مريح قوي بسم الله انا هكملها بجد واو حلو قوي مبروك بقى طبعا اعلى من اللي قبليه انا عجبني اللي عندي ده عجبني برضو بس اللي قبله عجبني اكتر إيه؟ اللي قبليه اكتر اللي عجبني اللي جالي بكده عجبني اكتر لا يا عم حرام عليك يا عم حرام عليك ايه هو ده اللي احلى بغض النظر بقى انت عندك ايه والفقره دي احلى بس في حاجه طيب انا شفت انا بحب الكحك الطري شويه خدتها من على لساني شفت كده اللي عندي ده ناشف شويه حلو بس ناشف وحاسس ان ممكن برضو حاجه ايوه الكحك الطري احلى على فكره الخشن بيبقى خشن قوي تحس تحس ان هو قريش كده قريش كانه قريش كده مش بسكوت قريش تعرفش القريش عارف القريش طيب بتحس ان هو قريش كده قريش الخشنه بس خد بالك لازم ناخد موضوع سعر في الاعتبار هو ده اوريدي برده مش هقول الثانيه بس برده من الغاليين يعني ما انا عايز اشوف بقى حاجه ارخص تبهرني ساعتها هحطها في الاعتبار ماشي احيده ايه الفرق ده ماشي انا رتبت سهله اصل دول اول اتنين انا عاني في الترتيب بس قدام شويه يعني انا عندي ده الصراحه حلو كويس مش واو بالنسبه لي كويس وسعره برده بالنسبه للسوق كويس يعني انا اللي معايا صراحه حاسه واو وحاسه ممكن ينافس على بس مركز عليها بس انا شايف ان في ناس يعني بس اسعاره شبه بعض شويه بس في حاجات احس ان هي معديه شويه ماشي اللي بعده يلا بينا انت البراند عندك حلو يعني حبه اللي عندك ولا ايه الكلام البراند ابن حلال ايه الحوار يعني أنا لا كل ساعه كده بيفكرني كده يعني يعمل حاجه مفيده في حياتك كده انا البراند ده بصراحه بحبه اللي عندي ده لطيف بسم الله هنشوف سعره انا كل اللي جم تقريبا يعني في القريبين يعني برضو السكر بره بس الكحكايه شكلها تحفه انا صراحه بس حاط كميه سكر ما شاء الله كبيره اوه الكحكايه اللي معايا بتدوب في ايدي كان انا ماسكها يعني عارف لو مسكتها جامد شويه تتكسر معايا انت جالك البراند ده معرفش انا الكحك اللي عندي برضو طري بس خشن سيكا صراحة انا نفسي في الطراوة دي مع العجينة بتاعت اللي قبليه الطعم هنا في طعم الزبدة بس عارف لما طعم الزبدة كده يبقى صريح قوي كده لدرجة يضايقك ايوه سمنة قصدي السمنة قصدي صريح قوي يعني حاسس ان انا كأني باكل فتحت الصفيحة وباكل منها كده على طول فاهم دي حاجة حلوة مش عارف مضايقاني عالي قوي هو تحفة انا الكحك اللي عندي يعني مش عارف اخد واحدة تانية مش عايز اكل كحك كتير لا صراحه انا يعني ما بين ده واللي قبليه انا اختار اللي قبليه يبقى اعلى صراحه مع ان ده تحفه في الطراوه بتاعته بجد رهيب يعني انا اكتشفت النهارده ان انا بحب الكحك الطري الكحك عندي ده حلو الناعم يعني الكحك عندي ده حلو بس في طعم ما انا برضو في طعم بس انا طعم في طعم يعني في طعم انا مستغربه يعني مش عارف ليه هو حلو ومايل للطراوه والطعم السمسم حلو جدا وفي سمسم كده بسيط في الكحكايه حلوه قوي هو انت ممكن ينزل لك نفس اللي عندي ولا مستحيل حسب احمد بقى هيعمل معانا يعني احمد هو المتحكم بكل حاجه هو. يعني احمد ممكن يعمل عشان ممكن يعملها يعملها ازاي انت جايب اكتر من علبه لا معرفش اصل احمد هو اللي ماسك كل حاجه فمعرفش اصلا يعني. انت ماسك كل حاجه لا انا بقول لك ايه معاه شياطين مش عارف انا ده حيرني الصراحه كنت بس هي مشكلته معايا برده في سعره رتبت ماشي احبطني سيكا بسبب سعره بس هو يعني هو كويس وانا بحب البراند انا بقول انا بقول كده بحب البراند ده بحس بحاجته انها حلوه يعني اللي بعده منعش يلا بينا اديني بقى جاهز منعش يلا بينا اوكي البراند اللي معايا من البراندات الشيك البراند اللي معايا من البراندات المنتشره سعره فظيع ده برضو عمل السكر بره ده شكله مش ناعم وانت مزاي نفس الحاجه ده فيه 16 لا مش هقول انا بحب السكر يبقى جاهز كده ايوه يا عم يبقى عليه على طول اصل عنده مشاكل مع السكر ما ياكلش كحك بس كده بسم الله ايه ده يا عم ايه ده ما عجبنيش خالص يعني ده انا هحطه الاخير عشان سعره كمان يعني خشن وطعم الكحك نفسه مش حلو وحاسه كمان يعني حاسس ان هو يعني طعمه كده كانه محمص بزياده كده الطعم النهائي في بقي مش عاجبني خالص يعني انا عندي كويس
لا 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 انت عشان سعره عالي بالنسبه لك مثلا فانت انا كنت اشكك ان هو قبل الاخير ولا الاخير يعني فاهم لدرجه من سعره لا هو انا كنت اشكك قبل الاخير ولا الاخير بس لما شفت سعره كمان قلت لا يبقى الاخير وش اوكي الدرجه دي لا ما بس ما اعرفش في حاجه هتيجي يعني اقل ولا ايه بس صراحه صدمت يعني. الحمد لله ان انا ما لبستش فيه ما اعرفش هو كده على طول ولا ايه بتكلم على اللي جالي النهارده انا اول مره ادوق والله لا على فكره السعر بيفرق في الكواليتي يعني اللي عندي ده يبين قد ايه ان هو سعره انا بالي كويس بس الكواليتي ساعات بتفرق حوار السعر ده جدا انا متفق معاك السعر فعلا خلى الكواليتي عندي اقل انا السعر خلى الكواليتي عندي اقل يعني السعر كده كده خلى الكواليتي اقل بس مناسب يعني ممكن يعني فاهم ينتشر اكتر ايه كويس كويس ماشي انت مبسوط اهم حاجه انا مبسوط الحمد لله ده انا بالنسبه لي بقى اخر واحد الى الان يعني برضه اه على فكره شكله نفس البراند كده ممكن اللي بعده انا البراند اللي عندي ده الصراحه سمعت عنه كتير انا برضو سمعت عن البراند ده كتير بس هو مش عندنا في اسكندريه فما يعني ده انا جايبه مخصوص من طب انا في ملاحظه كده بس انا مش هقولها عشان لو قلتها ممكن عمرو يعرف على طول البراند اللي معايا ايه بقى لا يعني تفيد في البرزنتيشن اختلاف بس بقى تعمل كده تروح بقى ايه كبه كله على الترابيزه خلص تمام كده انت بدات تدوق انا لسه عندي مرحله تحضير والله فكره جامده جدا ده ملبن مش ساده انا جبته غلط طب انا هدوق اللي معايا بس مش مشكله يعني هعتبر ان هو كويس يا هو سعره احنا كاتبين سعره الساده بس ده سعره بالملبن مش فاهمين حاجه طبعا مش مشكله حلو انا هحاول اجربه من غير الملبن عارف ازاي ماشي انت مالك يا عمر ايه خدت فمه عمرك ولا ايه لا مش عارف اقرر لا عرفت اقرر خلاص والبراند اللي معايا ما شاء الله سعره حلو بس مش اقوى حاجه برده يعني في بس برده مش اضعف حاجه في النص كده أوكي. فانا لو هرتبه هعمل كده انا ده برضو للاسف بالنسبه لي هي انا كله كده كده كل جايز كده انا عايزه كويس بس مش حاسس بطعم كحك بجد طعم برجر بجد محاسس طعم حاسس بطعم عجينه يعني مش مفيش طعم الكحك والسمسم مع السمنه مش حاسسها مش حاسس ده انا مش عارف في حاجات كده بحس مش طعم السم مفيش طعم السمسم كده او طعم الكحك كده مش موجود انا في كحك كده بتحس بطعم الحاجه المتحمصه زياده في الفرن كده بتحس بطعم حلو ده لا انا بحبه يا عم لا انا بحب الكحك كده يدوب كده في البق ما يدوب يا عم ويبقى برده متحمص المشكله من تحت لا بيبقى ساعات اللي هو كانه طعمه كانه اتحرق شويه انا عايز الصراحه مش طري ومش عاجبني الصراحه يعني هو سعره كويس بس في حد جه ارخص منه بالنسبه لي واحلى لا انا معايا يعني هو واخد كده في النص في حاجات اغلى منه تحتيه بس هو يعني مركز كده في النص يعني بس صراحة التوب لحد دلوقتي مع ان انا لسه مبهدله في حاجة عملتها يعني قريب بس هو صراحة احلى حاجة في الكحكة عجبني لحد دلوقتي مية مية انا بالنسبة لي الموضوع منتهي سهل سهل جدا بالنسبة لي يعني يلا البعض حاسس بايه انا حاسس ان الشياكة شياكة شياكة بجد اوكي اوف في ايه لا ببص على السعر والله انا حاسس بمقلب لا انت حاسس بمقلب لا انا البراند اللي عندي ده كويس انا بقى يعني بسمع عنه كل خير وجربت عنه كذا منه كذا حاجه قبل كده عجبني الصراحه البراند ده انا ما اعرفوش عجبني ان هو حط السكر على طول على الكحك انا عندي مش حاطط سعره عالي حاسس ان الكحكه طريه كده حاسه هينافس المركز الاول عندي حاسه كده حلو ده طري طعم الكحك حلو وباين انا عندي يعني خشن شويه طعم السمنه فيه باين بس ستيل البراند اللي هو كان المركز الثاني حاسس طعم السمنه فيه احلى واو المنافسه بقت شرسه جدا انا مش عارف احنا انا وعمرو ماشيين زي بعض ولا لا تخيل كل واحد ماشي في سكه انا حاسس ربنا يستر بس اكيد انا اتفق ولو في يعني في يعني على الاقل في, في يعني في التواجد في في في, في المركز ده كل واحد فاهم انت حط الاول حط الاخير صراحه شكله وحش قوي طيب انا بالنسبه لي صراحه هحطه انا ده الصراحه اللي عندي ده يعني هحطه في مستوى كويس بسبب ان هو في ناس اعلى منه في السعر فحاسه يستاهل حاسس ممكن ان هو يستاهل يعني هو اللي عندي طبعا يعني سعره عالي جدا بس انا مش لاقي حاجه بسعر اقل مقربه ليه فحطيته في مركز متوسط ده فاجئني الصراحه يعني حطيته في مركز الكام ده بفكر احطه الثاني او الثالث لا انا اللي عندي حطيته الثالث دلوقتي اوكي انا جاهز هو اللي عندي ده حلو بس يعني في واحد عايز يعني ايه في واحد حاسه بينوضح بعض هي مشكله في السعر بس ماشي انا هحطه الثالث مش الثاني حاسس الثاني ده جامد برضو مش عارف لا انا حطيته الثالث وانا هحطه الثالث انا كمان احنا بجد لو في توافق بنسبه مثلا 50% بس هيبقى جامد جدا بجد هنبسط قوي حاسس ان احنا في توافق فعلا مش بنهبط اصل احنا متوافق مع بعض غالبا لما بنطلع مع بعض هشوف بقى الحاجز ده هيفرق ما بيننا ولا اعتقد هنبقى زي بعض او قريبين كده خلصنا ده باقي كام كده باقي كام باقي اربعه اللي بعده
اوه انا بحب البراند ده. البراند اللي معايا الباكجينج بتاعه غريب شويه والله. انا بحب البراند اللي جاي ده الصراحه، بس اتمنى ان يكون فيه مفاجآت جوه. انا سامع من الخرفشه اللي عندك ان انت عندك السكر بره صح؟ اه. وانا البراند غريب قوي، بس السكر بره برضه. انا عندي كحك صغير قوي. البراند اللي عندي شكل شبهه، شكله معمول اصلا مش كحك. بسم الله. شكله معمول مش كحك. بسم الله. ده ملبن. ملبن عندك ملبن؟ اه هو عاجبني بس مش عارف عشان هو ملبن. حاول تاكل لو كده. جرب القشره اللي بره. ماشي ماشي. انا اللي عندي كويس الصراحه. تصدق بالقشره اللي بره بس حول. والله على سعره. لا انا بجد يستاهل كل خير. عرفت احطه فين بس بجد يعني على سعره بجد يعني لطيف جدا. اللي عندي خشن شويه، طعم السمسم باين، طعم الكحك باين، السمنه كويسه، حلو عاجبني الصراحه. لا انا عندي برضو يعني مش خشن قوي، طعم السمسم معتدل مش اوفر قوي، ولا يعني القش طعمه حلو اوفر اول صراحه، عجبني لطيف وعلى سعره كمان حبيته، بس مش الاول يعني. طبعا احنا هنعرف في الاخر احنا اخترنا ايه الترتيب. ايوه طبعا من الورقه اللي انت كانت على عندك. لا يعني انا وانت بقى هنتواجه بقى في هنتواجه. هنشيل الحاجز الشيطاني ده. الله متحمس. اوه ما تخيلتكش كده خالص تفكرك. انا البراند ده الصراحه بالنسبه لي كويس يعني، انا دقت حاجات الصراحه احلى من كده يعني في الحلقه، عشان كده انا ايه في النص مش قادر يعني اطير بيه قوي الصراحه، واتوقع الصراحه ان هو يبهرني اكتر من كده بكتير، مش عارف ليه. حطيته المركز الخامس عشان حاسس ان بتتكلم على براند معين. الرابع عندي. الرابع اللي بعده. الله الله انا الباكجنج عندي مش مبهر يعني، بس ما اعرفش عشان هو مثلا كميه قليله ولا ايه. الباكجنج عندي عادي. عالي عادي عادي. اه قلت الله الله على ايه عشان بعرف عارف البراند كويس. لا الباكجنج عندي اقل من عادي. عادي انا عادي، بس انا حاسه يعني متاخد من جوه علبه فاهم. سعره ده بالنسبه لي سعره زي اللي قبله بالظبط، فلازم يعمل حاجه جامده عشان ينطحه. شكرا ان انت قلت لي يعني انا مش 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 هو الوحيد اللي متشاف. ماشي حط السكر. السكر بره ما بحبش والله، بحب السكر عليه. بسم الله بسم الله. لا لا انا بقول لا، خشن بالنسبه لي قوي. طعمه مش باين، طعمه صعب. ايوه الا ايوه حاسس ان احنا كده نفس البلد ده والله. احنا قلنا الباكج عادي وفعلا خشن جدا، وما حسيتش بطعم الكحك، وطعمه كانه سمسم محروق كده، عارف لما تاكل كده سمسم محروق من على وش العيش الكايزر كده. المشكله عندي كمان في سعره يعني، انا دقت حاجات ارخص احسن منه، بس هو مش من يعني سعره من المتوسطين مش من اعلى حاجه. سعره من العاليين يعني بس مش اعلى حاجه. مش اعلى حاجه ومش زي يعني مش عارف، بس انا دقت ارخص منه احلى من الاخر يعني، دقت ارخص منه احلى، فانا هو هيحطني في موقف صعب. انا صراحه اللي عندي هحطه قبل الاخير. انا نفس الكلام، خيب ظني. هو بحسه براند اصلا بالنسبه لي يعني بقاله فتره يعني مترنح شويه. انا حاسس من قفله الباكج ان هو نفسه. لا والله استنى غير. انا براند يعني بشكل عام معاه بحبه، بس انا مش بقالي فتره تجاربي معاه مش قد كده. وانا كمان. بتجربه كتير البراند اللي عندك ده؟ لا خالص. ما تجربوش؟ عملت عليه حلقه بس قبل كده. كده بقى اتنين؟ اه. نروح لقبل الاخير. اوه. اوكي بسم الله. هو ده يعني عشان غالي فانت جبته علبه واحده ولا مفتوح ده؟ ايوه ما كده في حاجه فتحتها اكيد يعني. ايوه لا بس ده اول واحد يجي لي متكرر يا اما يعني مش عارف. ماشي بسم الله. السكر بره، الكحكايه صغيره كده في حجم الغريبه تقريبا. بسم الله. اوكي انا صراحه ده احبطني. ده عجبني بجد. في افتر تيست كده ممرر مش عارف من ايه، بس انا احساسي بجد هو السمسم يعني، حاسس ان السمسم بيتحرق منهم بشكل ما او نوع مش عارف، او نوع السمسم بيزوس. لا والله بجد الافتر تيست ما مش حلو خالص. انا صراحه الكحك ده بيعجبني، وده برند من البراند من البراندات المفروض تقيله قوي يعني. بحب الكحك ده، زي ما الكحك بحبه. وسعره عالي. ده سعره بالنسبه لي حلو قوي، هو خشن شويه بس طعمه حلو، انا بحبه صراحه. انا هحطه قبل الاخير بس عشان ايه، في واحد اغلى منه وبرده كان نفس الليفل تقريبا. انا عندي ده هياخد مركز حلو عشان هو سعره حلو. شابوه بحبه الصراحه، بحسه كلاسيك قوي يعني، بحس بطعم فاهم. تقولش الاسم، ما تقولش الاسم. لا بحسه كلاسيك قوي. اصل احنا عندنا كلاسيك في اسكندريه. قلت مشكلتي في السعر. ماشي ده بس عشان السعر بتاعه يعني، السعر بتاعه شفع له جامد، لان انا شايف ان اسعار الخزعبليه سعره الصراحه مع الكواليتي حلو قوي. ايوه فعلا ما حسيت كده. حلو كده نروح لاخر فقره، اخر واحد معانا، اخر براند معانا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. استنى هشوف هو مين اللي بعده. شكل الباكج حلو قوي. تحفه. ده انت ايه نفس الحاجه اللي عندي برضو ولا هو هو؟ والله ما شاء الله شكل الباكج عندي خطير. خبط كده عندك؟ لا في افتراق. يلا يلا بسم الله. المشكله اللي عندي ده سعره مش رخيص. اوه لازم يبقى خارق عشان فاهم. لا انا اللي عندي شيك قوي، حلو شياكه قوي، باكج رهيب وشياكه، الكحكايه نفسها كمان النقشه بتاعتها شيك قوي. سكر بره. اوه ماي جاد
نو 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 لا لا ايه ده لا لا وحش 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 ده عندي ده وحش قوي او ماي جاد دي كانت هزار ولا لا وحش يعني وحش انا وصلني من ورا الستاره ان انت مبسوط لا يا عم لا الاخير 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 بص هو اللي عندي خشن ولكن احلى واحد خشن جا النهارده لا 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 ايه لا لا انا بقول اللي عندي انا وحش قوي قوي لا انا اللي عندي يعني خشن حاسس ياخد مركز تاني ياخد مركز تاني بس عايز يتظبط سكر كده حلو شيل شيل يا احمد شيل خلاص كده بح تاني ولا تالت يلا نشيل الستاره ثواني اكتب يلا. يلا جاهز جاهز هتشيل خلاص ارفع ازيك يا منعوش ازاي عامل ايه اخبارك انت ياس ولا نو انا قلت نو صراحه بس ممكن نبقى اصحاب ما توقعتكش زي كده توقعتكش تعال نشوف السكور مديني كام بقيم كويس بص طيب هنقول هنكشف ازاي بقى دلوقتي نبدا من الاخر انا هنتفاجئ الاخير نبدا من الاخر طيب هنقول ازاي يلا قول انا هقول انت قول انا الاول وانت يعني يعني قول كل واحد قول مين جاب يعني يبدا بتاري من اهم من فوق يعني ماشي انا اخر واحد عندي سيد سكري انا خلاص السكري او ماي جاد مروش الله واو ايه ده ادي اول واحده جت اوكي انا التاسع عندي ابو عادل لا حرام عليك يا عم توماس بس انا ابو عادل عندي كان جاب بالملبن لا كان لا ما عجبنيش الصراحه دي اول واحده خيشت اوكي انا الثامن عندي تسبس الثامن عندي تسبس منعوش حبيبي الله اكبر يا منعوش برضه مش اي حاجه اللي بعد كده فوقيه اتول لا مين سدره سدره اصلا انا سدره فوقيه لا لا انا اتول اصلي فوق خالص ماشي كم ماشي مين فوقيه مين فوق تسبس ماشي فوقيه سدره انت بما فيه العبد العبد ماشي بعد العبد عندك ايه سيموندس سيموندس برضه انا عندي توماس لا توماس اوكي طيب مين اول حد عندك الاول على طول لابوار بجد لابوار بجد والله العظيم بس تحتيه سيموندس بالنسبه لي لا انت تحتيه اتول انت لا سيموندس العبد انا ايتول اللي قلت هو خشن بس اكتر واحد خشن عجبني انا العبد الصراحه عجبني قوي قوي لا انا خشن يعني وكان رخيص يعني انا عجبني اتوال وبعديه بعد اتوال يعني التاني اتوال التالت تي بي اس انا لا انا الرابع تي بي اس يعني قريبين يعني احنا زي ما انت قلت 50% الحمد لله يعني 50% انا مبسوط يعني ان هو يعني حلو يعني احنا اتفقنا على الاول والاخير ده الاول والاخير ده ظبطنا في النص يعني معنى كده ان احنا رأي في مش اللي هو بنأثر على رأي بعض وخلاص بنأثر على رأي بعض وخلاص تسبس نزل لكم سنة وانتوا قلتوا كده يعني تسبس ده سواحة الاثنين اللي هو في الاخير ده في الاخير ده اخر واحد لا تسبس هو تأمن وقت تأمانية اللي هو كان باكج قلتنا الباكج عادي خالص وبتاع وقعد وكان نفس الحاجة شفت ده الوحيد اللي كان نفس الحاجة ونفس نفس المكان خط 8 8 انا حتى قلت طالع من علبة جوه علبة ايوه 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 فدي كانت فكرة جديدة لعرض الحلقات يعني حبينا نلعب لعبة فقولوا لنا انتوا يعني هل حابين فكرة زي كده ولا لا ان احنا كل واحد عايش في حتة بتاعته ونحاول نقيم الحاجات بعيدا عن بعض ويبقى في بينا تلاطف كلمات كده بسيطة ونقيم بعض كده انت انبسطت انا انبسطت بالنتيجه صراحه يعني كنت متخيل ان احنا كل واحد يبقى في وادي بس نايس يعني ولو حابين تظهروا معانا في شاركوا على السوشيال ميديا ما تشيلوا خمسه من صحابكم كده كده عمرو هيجيب صحابه عادي يعني محمد حازم بتاع مش ايوه والدود ويحيى عزاو ايوه بس اتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقه وكل سنه وانتم طيبين حلقه خفيفه كده تسليه يعني مش كل دي حلقه خفيفه تسليه 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 بس اهم حاجه تعجبهم يعني يا رب ان شاء الله بس كده وما تنسوش تشتركوا قناه منعش ايوه كمل كمل انت المفروض تقول قول قول انت اللي قول انا ضيفك هو ضيفي فما تنسوش تشتركوا في قناه منعش ما تشتركوش ما تشتركوش في قناة منعش لا طبعا دعمكم مهم جدا عندنا في القناة عندي وعند منعش واكيد اكيد محتاجين نسمع رايكم في الكومنتات في النوع من الحلقات ده وانا جاي لهم من اسكندرية مخصوص بس كده كان معكم عمرو شريف و منعش من قناة عمرو شريف و سلام سلام بيوم